امراض جلدي اللي كيكون ناتج عن التهابات في الغدد الدهنيه اللي كتكون متواجده عندنا في الوجه، في منطقه الصدر، في الكتفين وفي الظهر. دونك عندنا عده عوامل كتسبب في هذا حب الشباب. عندنا العامل الاول هو الهرمونات، داكوغ، اللي داكشي علاش كنلقاو حب الشباب، كيتسمى حب الشباب، كيبان عندنا في واحد المرحله ديال البلوغ. دونك كيكونوا الهرمونات ديالنا بكثره، مي كنلاحظوا هاد حب الشباب حتى عند الرضيع، كيكونوا الهرمونات ديال الام ديالو كيدوزوا. وعندنا اللي كيجينا مورا السن ديال 40 عام اللي كيكون عند العيالات بالخاصه. عندنا العامل الثاني هو الوراثه وطبيعه البشره، يعني شي مرات كنلاحظوا بان حب الشباب كيجي في العائله كامله. العامل الثالث عندنا هو لو ستريس، داكوغ، دونك كيكون عندنا شي مرات الاجهاد النفسي كيأثر علينا سلبيا وكيظهر لنا هذا الحب الشباب، مي بيان سور عند الناس اللي كيكون عندهم الوراثه واللي غادي يكون غادي يديروا حب الشباب. العامل الرابع اللي عندنا هي المأكولات. شي مرات كنلاحظوا فاش كناكلوا شي مأكولات دهنيه ولا شي مأكولات غنيه بالسكريات السريعه، كيكون عندنا كينوضنا حب الشباب. دونك ديك الساعات كنقول لهم خصكم تنقصوا من هاد المأكولات هذه. وعندنا العامل الاخر هو الادويه. كاين شي ناس اللي كيكونوا عندهم الادويه ديال ليبيليبسي ولا ديال السل، داء السل، كيكون هذا الشيء كامل كيقدر ياثر لنا بان كيظهر لنا حب الشباب. التشخيص ديالو كيجيك المريض العياده كيقول لك اول حاجه هي ان كنحس عندي افرازات دهنيه كثيره. دونك في هذه الحاله حنا كنقلبوا المريض، كنشوفوا واش كاين عندنا شي علامات جلديه، منهم لي بوين نوار، الرؤوس السوداء ولا الرؤوس البيضاء. كيكون عندنا كذلك الحبوب اللي كنعرفوهم كاملين، هما حبوب يا اما حمر يا اما كيبان لنا التهابات جلديه، دونك الحبوب اللي بالراس صفر ولا الراس بيض. وعندنا بيان سور لي سيكاتريس في الحالات الحاده فاش كيكون عندنا حب شباب كثير، كيكون عندنا ندوبات ولا لي سيكاتريس ولا تكيسات. التكاثر ديالو بيان سور حنا كنهضروا على البشره اللي غتكون غادير لنا حب شباب، اللي هي البشره الدهنيه. باش نتفاداو هذا الشيء خصنا نكون نظافه اليوميه مره الى مرتين، نكونوا كنغسلوا بمساحيق اللي مناسبه للبشره ديالنا، ونتفاداو استعمال المواد اللي كتكون كتقدر تعرضنا منهم المواد التجميليه اللي كتقدر دير لنا حب الشباب، لانها كتسبب لنا في انسداد الغدد الدهنيه. خصنا الماكولات بيان سور نقادوا الماكولات ديالنا، يكونوا ماكولات ما يكونش فيهم سكريات سريعه، ولا كاين شي بعض الماكولات اللي كتنوض حب الشباب عند اشخاص معينه حتى هي نجنبوهم. وإلا كانت حالات مرضية خصنا ديك الساعات نمشيو عند الاستشاري باش نداويو المرض ديالنا. الوغ المكياج كيساهم بزاف، مزيان ملي انك طرحتي هذا السؤال هذا، لان حنا عندنا قلنا حب الشباب هو ناتج عن انسداد المسام ديال الغدد الدهنيه. دونك حنا اي ماده درناها في الوجه ديالنا غتسدنا دوك المسام غادي تنولنا حب الشباب. دونك المكياج اللي كيكون فيه نسبه اللزوجه عاليه نتجنبوه، سورتو لان كتكون عندنا البشره دهنيه. الوغ العلاج ديال حب الشباب عندنا اولا اما بالادويه، وثاني حاجه عندنا بالتفادي بحال اللي كنا تفادي الماكولات، تفادي المواد التجميليه اللي ما كتجيش معنا. كاين شي ناس اللي كيديروا لي كرون سوليغ الواقي الشمس كيديروه بطريقه غلطه، ولا كيديروا برودوي بحال اللي كيكون ما جايش مع البشره ديالهم. والادويه اللي كنستعملوا، الوغ الادويه اللي كنستعملوا على حساب الحاله ديال حب الشباب. كاين عندنا الحالات اللي خفيفه كنستعملوا فيهم مواد تجميليه موضعيه، كيكونوا كريمات على الاساس فيهم لي زاسيد دو فروي، فيهم واحد المواد بيروكسيد دو بنزول، اولا كاين اللي كينشف لنا هذيك الغدد الدهنيه اللي كتسبب لنا في حب الشباب. الوغ اول حاجه خصنا نديرو الوقايه خير من العلاج، يعني شحال ما حنا درنا العلاج المبكر شحال ما غاديش يبقاو فينا الاثار. حيت شحال من مره كيجيو كتلقاه كيقول لك انا راه بدا فيا هذه عامين 3 سنين، كيقول راه غادي يدوز عادي، غادي يدوز ويني سيكاتريس والاثار ديالو كيبقى. دونك شحال ما داويناه بكري شحال ما كيبقاوش. وحاجه اخرى فاش كيكونوا عندنا الاثارات على حساب، الا كان عندنا مثلا بقع سوداء كنعطيو عليهم كريمات موضعيه ضد هاد البقع السوداء، الا كان عندنا ندوبات كبر من هكا كنقدروا نقترحوا ديك الساعات يا اما تقشير كيميائي يا اما ليزر.